الإمام المنتظر يقول عنه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذا الحديث وأحاديث أخرى تشير إلى أنه سيظهر في آخر الزمان رجل من ولد النبي الخاتم ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وإذا نظرنا إلى التاريخ لوجدنا أن البشرية مرت بأقصى أنواع المجازر، ولا زال الظلم والاضطهاد إلى يومنا هذا، فلماذا لم يظهر الإمام المهدي حتى الآن رغم هذه الظلمات ليخلص المظلومين ويقيم دولة القسط والعدل؟ بعد أن كان الناس في شبه جزيرة العرب يعيشون في جاهلية مغدقة، أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم رسولاً من عنده لينقذهم ويأخذ بأيديهم من الظلمات إلى النور. وقد نجح رسول الله نجاحاً باهراً في هدايتهم، إلا أنه بعد استشهاده انقلبت الأمة على أعقابها إلا القلة القليلة، فأخذوا يلاحقون عترته وقتلوهم واحداً تلو الآخر إلى أن وصلوا إلى الإمام الثاني عشر، فأبى الله عز وجل إلا أن يحفظه فأخفاه عنهم، ووعد على لسان نبيه أنه سيظهره في آخر الزمان ليملأ الأرض عدلاً بعدما ملئ الظلمة. ويشكل البعض على أنه لماذا لم يظهر المنقذ وقد عانت البشرية ما عانت من الظلمات والمجازر عبر التاريخ؟ وفي الجواب نقول أن ظهور الإمام المهدي متوقف بالدرجة الأولى على الإذن الإلهي، فالإمام حاله حال الرسل الذين انتظروا الإذن من الله سبحانه وتعالى، فقد قال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أما السبب الآخر فهو تحقق الظروف المناسبة، فالإمام سيأتي وسيقيم معالم الدولة العادلة وينشر الإسلام الصحيح، وهذا يحتاج إلى تهيئة قاعدة شعبية وظروف تساهم في توفير مناخ ملائم لعملية تغيير شامل وإخراج للبشرية، كل البشرية، من ظلمات الجور إلى نور العدل. وقد يقول البعض أن الإمام يمتلك قاعدة شعبية كبيرة والملايين من الناس يهتفون باسمه، فلماذا لم يظهر؟ وللجواب على ذلك نستعرض أمراً مشابهاً حدث في التاريخ. فبعد استشهاد النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله أبت الأمة أن تسلم مقاليد السلطة للخليفة الشرعي وهو الإمام علي بن أبي طالب، فتلقفها ثلاثة من الخلفاء حيث حكموا بالظلم والجور. وعند وفاة الخليفة الثالث توجهت الأمة للإمام عليه السلام تطلب منه أن يكون الخليفة لأنهم تعبوا من الظلم. هؤلاء المتوجعون كالساقطين في بئر، لا
تخرجهم منها إلا أكف علي. أميرنا علي، أميرنا علي، أميرنا علي، أميرنا علي. ونصبوه خليفة عليهم، إلا أنهم لم يتحملوا عدالته فغدروا به وقتلوه. وفي عصرنا هذا عدد لا يستهان به من الناس يدعون لظهور إمامهم، لا رغبة فيه، بل لأنهم تعبوا من الظلم ويريدون أن يخلصهم ليس إلا. إذن يمكننا القول أن العدد والهتافات ليس مقياسا، والسبب الأهم في عدم ظهور المصلح العالمي يكمن في عدم استطاعة البشرية على احتضان أطروحة دولة العدل الإلهي وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع.